نجمنا العالمي محمد صلاح. الاتحاد المصري في البيان بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي. يبقى هيحضر الماتش، يعني صلاح ما مشيش دلوقتي، صلاح موجود هيحضر الماتش بكرة، يعني صلاح ما هربش، لأنه لقيت دلوقتي لاقي أصوات يقول لك شفت وصلاح ساب المنتخب وإزاي ليلة الماتش يسيب المنتخب ويمشي، يعني صلاح قاعد موجود مع المنتخب وقاعد معاهم وهيحضر ماتش بكرة وبعد الماتش هيمشي زي ما حضراتكم بتشوفوا كده. الاستكمال علاجه على أمل لحاقه بالمنتخب يا رب بإذن الله في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في حالة التأهل. كابتن عادل عبد الرحمن، قراءة حضرتك لهذا البيان الصادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم الآن. قيام في احترافية، وده العادي على فكرة. لازم الناس تعرف انه لما يرجع ليفربول يتعالج على حساب ليفربول مش على حساب المنتخب القومي المصري. انا عارف ان ده مش موضوع كبير، لكن لازم تعرف ان اللعيب لما بيتعور في منتخبه في اوقات مباريات المنتخب، لا قدر الله لما بتبقى اصابه كبيره مكلفه، بيتعالج على حساب المنتخب القومي وليس على حساب النادي بتاعه. لكن انت بتتكلم على عشان محمد صلاح لعيب كبير قوي، محمد صلاح تجاوزوا الموضوع ده. الحاجه الثانيه، الجهاز سلامته الاهم، الجهاز الطبي المنتخب مصر نعم. كمان فضل انه بالامكانيات الكبيره اللي هي في الجهاز الطبي في ليفربول والامكانيات في الاجهزه في السيرابي في التجهيز لمحمد صلاح، فضلوا ان هم يختاروا ان يروح يكمل علاجه في ليفربول. الحاجه الثانيه المهمه، انت لو وصلت ان شاء الله ربنا يكرمك وتوصل قبل النهائي، لما محمد صلاح يكون متواجد معاك هيبقى قاعد جنبك طول الوقت في المعسكر، ولكن ما بيتعالجش، هيطول في علاجه. لكن لما ربنا يكرمك اللي محمد صلاح يشارك ويقدر يكسبك البطوله ان شاء الله. كابتن هشام يكن، تعليق على بيان الاتحاد المصري لكره القدم، لانه كمان اللغط اللي حصل وصلاح مشي وشفته، وازاي يسيب الكابتن يسيب المنتخب وهو عنده ماتش بعد ساعات. شيء طبيعي ان انا دلوقتي راجل محترف والامكانيات مختلفه ما بين هنا وهناك. نعم، وجوده هناك مش هي في اصابه وعايزين نعالجه بسرعه، افتكر ان الاجهزه هناك هتبقى اعلى بكتير، يعني نسبة الشفاء إن شاء الله بإذن الله بتبقى سريعة أكتر لما بيهتموا، لأن هناك هتلاقي فريق عمل شغال من الصبح للليل عليه. يعني فريق عمل دكاترة، مش دكتور واحد نعم. ولا بتاع، لا مجموعة دكاترة، فريق عمل موجود، ده راجل نعم. بأرقام كبيرة، فاهم؟ فأكيد طبعا هيتعالج بشكل نموذجي، يقدر بناء عليه يقدر يرجع تاني للفريق. وما بفتكرش، لأن وطنية محمد صلاح يعني لا حد يقدر يشك فيها. فمساله هروب، انا ما اقدرش اهرب اسيب فرقتي وانا كابتن منتخب مصر وامشي الا للحاجات معينه زي الاصابه.